موسم البرد والدنيا بدأت تسقع، أطفالنا بشكل كبير ممكن يبدأ منهم الناس تشتكي من احتقان الزور، ويبدأ الموضوع يتطور شوية. من أول الحاجات اللي احنا بنهتم بيها أول ما نبدأ الأعراض دي تظهر، إن احنا شوية سوائل دافية، ينسون نعناع، سوائل دافية بشكل عام ممكن تكون مفيدة. وساعات نعمل بعض الخلطات الطبيعية زي الجنزبيل، زي العسل، الليمون، واحنا بنستخدمها دي كعلاجات تقليدية لالتهاب الزور عند الكبار والأطفال. بس الحقيقة بتواجهنا مشكلة، الأطفال يبدأ الكونفينينس مش عايز ياخد الدواء، الدواء مر، يضلق الإزازة، يضلق الكوباية، يزق المعلقة، يفلفص ويعصلق ويعافر ويرفض بكل الطرق ان هو ياخد الدواء. جه الوقت ان احنا نخلي اخذ الدواء متعة مش مجرد علاج. المالتيبول كود، عسل وليمون وجنزبيل بشكل مصاص. فدلوقتي انت بتدي للطفل المصاصة بتاعته بشكل لعبة، متعة، مكافأة، جوي، فن، وفي نفس الوقت انت مدياله فيها العلاج، جنزبيل وعسل. يعني حتى لو كتر منهم في اليوم مفيش مشكلة، طعمها مصاصة جنزبيل وعسل، وكمان فيها فيتامين سي وزنك عشان رفع المناعة. مش بس كده، ده في كمان فليفر تاني بالتوت وإكينيسيا، واحد من أشهر الأعشاب اللي بترفع المناعة. إكينيسيا وزنك وفيتامين سي في مصاصة بطعم التوت. فبكده أنت اديتي لابنك أو بنتك مكافأة، لعبة، هدية، حاجة يفرح بيها، وفي نفس الوقت بقى علاج عشان احتقان الزور. جه الوقت اللي يبقى العلاج لعب ومتعة. جه الوقت اللي الأطفال ما يكرهش الدواء عشان طعمه مر، لا بالعكس، ده يحبه وهو اللي يجي يسبقك ويفكرك بأن معاد الدواء جه. أنا هاني الطحاوي من هاوس أوف فودز، سلام عليكم.